المنتخب المغربي انهى إذن قبل قليل المواجهه ديالو ضد منتخب لوسوتو يعني الجوله الثانيه من تصفيات كاس افريقيا للامم المغرب 2025. فوز ثاني للمنتخب المغربي في هذه الاقصائيات بعد الفوز امام يعني فهود الغابون ب 4-1، لكن الفوز اليوم كان قيصري، كان صعب في اخر دقائق اللقاء، هدف قاتل لابراهيم دياز ومعاناه كبيره للمنتخب المغربي امام خصم متكتل في الدفاع. شنو هي اهم ربما المستخلصات والنقاط اللي يمكننا نخرجوا بها من هذه المواجهه؟ غادي ناخذ واحد دقيقتين بسرعه. اعتقد انه شتان ما بين المباراه الثانيه امام لوسوتو والمباراه الاولى امام الغابون. فالمباراه امام الغابون اللي كان ايجابي هو تنشيط الهجوم، لان شنا اليات اللي تعاودوا اكثر من مناسبه واللي بان ان وليد الركراكي يشتغل عليهم. فشنا ملي كياخذ الزلزولي ومني كيمشي على الجانب الايسر وكيتوغل يتم اخراج الكره القادمين من الخلف، وبالتالي كنشوفوا على نراحي ما كيقطع العمود الاول، كنشوفوا على النجيه الجاي للعمود الثاني كيولي راس حربه، وكنشوفوا على ان القادم من خلف خصهم ابراهيم دياز توصل باكثر من الكره. ملي كيدخل داخل شنا دي كورس كرواسي ديال الرحيمي وعاود ديال الليل، وكاين دي بينيتراسيون وكانوا دي سونتر مقادين مصيبا. فاضافه للتوغل واخراج الكره، اضافه لكورس كرواسي، اضافه لسونتر، كانت مجموعه من الفرص اللي تخلقات ومجموعه من الفرص اللي ضاعت. فغنقول على انه هجوميا شنا منتخب مستوى اللي كيلعب على كاع الواجهات، على كاع لي زوبسيون دو جو. في الحين دفاعيا اعتقد لقينا مجموعه من المشاكل، لان بصعود حكيمي وصعود المزراوي كانت كتلقى فراغات كثيره، خاصه هنا ابقار اضافه لاكرد لم يجيد في نفس الوقت الضغط على حامل الكره والتغطيه، وكانت مجموعه من المشاكل. وحتى مرابط اللي عاده كيقطع كل هذه الكرات ويستخلصها كان مشكل، وبالتالي نقول على ان المنظومه الدفاعيه كلها من المهاجمين اللي كتضيع الكره والبريسينغ ديالهم، الدور اللي كينجح فيه مثلا الناصري او لاعبي الوسط اللي كيفتكوا الكره، فكنا كنوصلوا بسرعه وكتلعب الكره في ظهر الدفاع لحسن الحظ. فجانا بونو فيهم كبير وخرج اكثر من كره، نقدر نقول لك على ان 21 دقيقه كان لو طون فور، اللي نزل الزلزولي ضرب المرمى، عطى الباس الاولى، جاب البينالتي، ومن بعد غتحول الكره، لان ما بين الدقيقه 30 وما بين الدقيقه 40 غنشوفوا على ان بونو خرج 8 ديال الكرات اللي صعب. وبالتالي كنعتقد لان الغابونيين فرلتوا واحد لواحد اكثر من مناسبه اللي كانت تقدر تقرب المقابله، ولكن عموما غنقولوا على ان وليد لقى التوليفه وجاب لاعبين المنتخب الاولمبي وظهروا لاعبين شبان في المستمد بجهم مع العناصر اللي نقولوا مخضرم ولكن عندها تجربه. سي فؤاد كملتي جوج دقائق ديالك، كملتي جوج دقائق ديالك واخترتي تهضر على مباراه الغابون. نعطيو المباراه الثانيه اللي عاد تسالت مباراه ضد المنتخب لوسوتو، منتخب يعني شتان ما بين المنتخبين المغربي ومنتخب لوسوتو اللي انهزم في اول لقاء لي في هذه الاقصائيات 3-1 مع يعني منتخب افريقيا الوسطى، لكن منتخب اللي كان منتخب قوي وكبير في افريقيا اللي هو نيجيريا، عانى معاه واكتفى معاه بنقطه التعادل في اقصائيات كاس العالم، وعقد منذ البدايه مهمه الجرين ايجلز اللي هما فيناليز ديال داخل اخر كاس افريقيا للامم. ربما مباراه كانت يمكن نعتبرها كذلك، هناك العديد من الانتقادات وعن النقاط السلبيه اللي كانت في هذه المواجهه، لكن مباراه انا شخصيا كنعتبرها مفيده، وربما مباراه اللي عتكون نسخه طبق الاصل لما ينتظرنا في المواجهات القادمه، ربما حتى في الموعد القادم الكبير اللي هو كاس افريقيا للامم.